طيب أنت مهندس كهرباء، نعم إيش جابك على علم الفلك ورصد النجوم والكواكب؟ إيه نعم، هاي أكثر السؤال يجيني أكثر من مرة. يعني قسم الكهرباء بعيد عن كلش الهواية هذه بالضبط. هذه يعني من كنت صغير، محل والدي كان أكو حدث فلكي، مو حدث فلكي العفو، حدث لشخص يقفز من طبقة الستراتوسفير، ثاني طبقة من طبقات الأرض، عن طريق كبسولة والبالون الهيليوم. هذه من قفز، قبل ما يقفز كان فاتحين لايف، فأنا تابعت ب 2012، تابعت هذا الحدث. يعني هو الشخص من صعد لهذه الطبقة، إنه منطقة سوداء ظلمة، كلش ظلمة، من ديباوع اللي جوا زرقاء، فشلون قفز وعلى شنو اعتمدوا بالضبط، وليش هذه المنطقة سوداء؟ فأنا ظلت أتساءل. صار عندك فضول. بالضبط، صار عندي فضول كلش قوي إنه ليش هذه المنطقة سوداء وشنو وراها أكو أصلاً. فأنا اتجهت وراها، بدأت أسأل بعض الأشخاص اللي مهتمين بهذا الشيء قبل ما أني أهتم بهم. طيب. فاتجهت للتصوير الفلكي أكثر شيء، للكواكب بلشت بها، القمر، شغلات الإجرامات اللي قريبة علينا، وبدأت مسيرتي هذه.